الشيخ لحظة سيبا أرجوك أنجل الله في أحسن أنا الشيخ سمعتك يوم لحظة والله يشهد والملائكة والناس أجمعين ونحن في المطار قلت يا شيخ الشيخ مباء الطعن السلفي الطعن الشديدة لو أنا الشيخ مصدق في الفندق المملكة الشيخ ربيع طعن بن باز الشيخ ربيع طعن بن باز هذا الشيخ ايش رايك فيه؟ هذا انا شخصي انا فاهم قصدك عشان كذا ما نشوف لكن لو انا رحت قلت للشيخ طعن في السلفي طعن في بن باز ما رايك يا شيخ في هذا؟ طيب ايش رايك يا شيخ في هذا؟ ايش رايك يا شيخ في هذا؟ طيب ايش رايك؟ اسمع انا قصدت اي شيء انا عارف قصدك يا شيخ انا عارف قصدك ايش قصدك؟ الشيخ ما يعلم ما درى عن الوضع لكن تقبلني ايش في الطعن في السلفي؟ لما التقيت بالشيخ عبد العزيز واخذ يمدح للفنان كفر ورد فانت رضيت يا شيخ وذكرت هذه الكلمه انا اقول الشيخ انا غضبان اسمع اسمع انا لا اقول بيني وبينك لا تقول الحين قدام الناس والله شيخ انا لا انت الحين ضربني اول مره وثاني مره تقني انا بعدين بيني وبينك انت تبغى الكلام اللي بينك وبين ترحيب بينك وبينه طيب يا شيخ وانت الان تنشرني في المجالس انا فلا تنشرني لا انا شوف بارك الله الان انت اسمعت